تأسست المؤسسة في عام 2007 يوليو، والمؤسسة هذه تساعد الدول اللي تمر بأزمات طبيعية سواء مثل العواصف والفيضانات وإلى آخره. طبعا نحن نقدم مساعدات طبية أو مسكن أو تعليمية. أنا كملت حين يمكن هاي ثالث سنة لي في هذا المعرض اللي هو معرض دياد، وأنا أشوف المعرض هذا مهم لنا كدولة الإمارات لجميع الدول بحكم أنه معرض يخدم الإنسانية. وطبعا يعني العام كان في كورونا، إلين اليوم خف الأقبال، بس ما شاء الله يعني نشوف هناك الكثير من الشركات اللي حابة تتعاون في شركة دياد وتتعرف أكثر على هذه المنظمة اللي تخدم الإنسانية.